معانا الأستاذ طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا عمرو، مساء الخير عليكم جميعا. إزاي حضرتك؟ والله إحنا قاعد في المكتب أولا طول النهار كلنا، وفي غرفة عمليات عشان بس الناس تطمئن إن في ناس بتشتغل الحقيقة حتى لحد دلوقتي ولسه قدامنا كتير. بص يا عمرو، أولا بشكرك على المقدمة الحقيقية جدا. احنا قلنا كمان على مدار السنة ان احنا بنعمل تجربة تدريب على التغيير في نظام التعليم. التغيير اساسا مش التابلت على فكرة ولا الشبكات، ومرارا قلنا كده، بس اللي بيحب يهاجمنا بيمسك في دول بالتحديد. انما التغيير الاساسي في طريقة المذاكرة والمحتوى اللي بيذاكروا منه ونظام الامتحانات. واحنا عملنا تجربة لنظام الامتحانات شكل الاسئلة الجديد يعني في يناير الماضي، والولاد ابتدوا يتعرفوا على يعني ايه شكل اسئله للفهم بدلا من الحفظ، بس كان فيها بعض الشوائب زي التسريب اللي هو الآفة المزمنه اللي عندنا. وقلنا المره الجايه بقى هنختبر عناصر النظام الالكتروني الجديد اللي هيشيل من علينا كل ده وهيمشينا لقدام سنوات قادمه. السيستم الالكتروني ده من اكبر ما يمكن، لان احنا عندنا 700,000 طالب بيمتحنوا مع بعض وفي محافظات مصر كلها، وزي ما حضرتك عارف اشتغلنا قد ايه على البنيه التحتيه وكده. وقلت لهم يوم الخميس اللي فات يا جماعه احنا هنجرب العناصر دي مع بعض علشان نشوف الاعطال فين ونصلحها. وبالتالي الامتحان التجربه اللي هو بنعمله ده من غير نمر ولا علاقة له بالنجاح والسقوط، وهنفتحه اليوم كله 12 ساعة، كل ده عشان ما نبقاش في حالة التوتر والقلق والهستيريا اللي بتصيبنا، مع انه لا داعي لها على الاطلاق. ده يعني حتى اللي قالك مش عاوز اجي الامتحان تقول له ما تجيش، ده تدريب اعمله وقت ما تحب، اعمله بكرة، اعمله بعد بكرة، فما فيش حاجة تشرح الحالة دي. احنا استفدنا من اليوم جدا وعملنا فيديو هيتزاع خلال دقائق لان هو كبير جدا فبيتحمل، لسه هيشوفوا الناس بنشرح فيه أحداث اليوم اللي كانت في نظرنا مفيدة، لأن احنا اكتشفنا حجم السيرفر المطلوب. أنا بس عاوز أقول لك معلومة كده وأسيبك تفكر فيها، إن الساعة 9 الصبح كان في 4.7 مليون بيهاجموا هذا السيستم بتاع الامتحانات. مين دول يا فندم وإحنا 700,000؟ مين دول؟ ده اللي احنا سهرانين الليل كلها بنحاول نعرف. انا بس عاوز اتخيل صعوبة المهمة دي، ان احنا بنشوف كل رقم من دول جاي منين. في منهم نمر بره مصر وفي نمر جوه مصر. ف4.7 مليون، هذا الرقم فضل ثابت من 9 الصبح لواحدة الظهر. يعني 4 ساعات عندك 4 مليون قاعدين خانقين السيرفر. طب جايز يا فندم، يعني هل هم اي بي نمبرز مختلفة ولا هم يعني جايز هو نفس البني آدم بيحاول يدخل أكتر من مرة؟ صح، في ده وفي ده، بس احنا عشان كده مش عاوز أقول حاجة قبل ما نحلل الأرقام. في فريق كامل قاعد دلوقتي في أمريكا وفي مصر بيشوف الأرقام دي، بس لمعلومة لحد ما نتحقق منها ده مؤكدة، يعني 4.7 مليون. وعشان أزود لك المعلومة شوية، من 12 بالليل قبل الامتحان اللي هو مساء السبت كان في 3 مليون الساعة 12 بالليل، فضل هذا الرقم حوالين 3 مليون لحد 9 الصبح. لا ده حد متعمد بقى. يعني بص، يعني كيرف كده ماشي بالعرض ثابت، 4.7 مليون الساعة 9 صباح. فاحنا ده أول حاجة نتعلمها هو من التجربة، وبنحللها، بنحلل طبعا تحليل حاجة بالحجم ده عاوز وقت، بنحاول ننقذ الموقف. فحاولنا نشغل السيرفر تاني، زودنا الكاباسيتي، كل ما نزود السيرفر كل ما يزيد العدد، كأنك مشغل روبوت جاي يخنقه. فبعد كده خدنا قرار بقفل الموقع ده خارج جمهورية مصر العربية عشان ما حدش يقدر يهاجمنا من بره، وفي نفس الوقت بنحاول نقفله داخل جمهورية مصر العربية على ولادنا بس بتوع أولى ثانوي، عشان ما حدش خارج النطاق ده يخش عليه. دول حاجتين مهمين جدا. صحيح مش كل الناس مهتمه بالتفاصيل الفنيه دي، بس احنا قلنا يوم الخميس لا بس ده خمس اضعاف العدد لو كل العدد بيمتحن. لو كل طالب دخل امتحن كان هيبقى عندنا 650,000. احنا على مدار 5 ساعات الرقم لم يهبط مره عن 4 مليون.
فبالتالي عمل أزمة. فحلينا الأزمة مبدئيا، وعلى فكرة السيستم اشتغل بالليل بعد ما حلينا، خدنا خطوات كتيرة جدا. احنا ضاعفنا الساعة بتاعة السيرفر 15 مرة، 15 مرة اللي موجود في أمازون عملناه 15 مرة. ده نمرة واحد، وبالتالي يتحسن الموقف شوية. إنما فيه هجوم شديد جدا وإحنا لسه بنتحقق منه، عشان الناس بس ما تسارعش إلى نظريات المؤامرة والكلام ده كله. ولكن الحقيقة الرقمية إن كان فيه هذا الرقم، دي حاجة. الحاجة التانية إنه كانت فيه مشكلة من حاجة اسمها الكود بتاع الامتحان. الكود بتاع الامتحان، الناس اللي صمموا الامتحان كانوا عاوزين يعملوا الكود ده في كل مدرسة وفي كل فصل عشان ناخد معلومات أكتر نحللها لأسباب فنية جيدة جدا وعلمية. ولكن في بقى هنا عنصر بشري، اللي بيدي كود موظف، يا إما التطوير التكنولوجي، يا إما مراقب، يا إما مدير مدرسة، يا إما في مدرسة تقول لهم أنا ما جاليش الكود مش عارف أعمل إيه، فحصل بلبلة كبيرة جدا بسبب الكود. فعملنا تغيير مباشر، شلنا الكود ده كله وحطينا كود قومي موحد للجمهورية كلها للامتحان من بكرة. يعني بمعنى آخر، الطالب اللي رايح يمتحن بكرة مش هيروح يدور في المدرسة على حد يديله الكود، هيلاقي الكود على موقع الوزارة ياخده في إيده. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم، أنا سامع. فهنا في قرارين كبار جدا. الواحد الاولاني ان السيرفر زاد بنسبه كاباسيتي او الطاقه او القدره بتاعته الاستيعابيه، زادت 15 مره عشان تتحمل الحمل، وقفلنا ان الناس تخش عليه من بره مصر ومن جوه مصر سوى طلبه اولى ثانوي عشان نعرف مين اللي داخل علينا. ده اللي ليه علاقه بيكو، الناس اللي بتتكلم على البنية الأساسية بتاع الإنترنت. ما هو علشان يشتغل لازم يبقى عنده نت، ده هتحلها إزاي؟ دي حاجة مش في إيدك. لا بص يا فندم، إحنا بنعمل حاجتين بالتوازي، وشرحنا والله كل ده للناس، بس هم يعني الحالة دي من القلق واللي ملهاش مبرر الحقيقة. هستيريا. هستيريا جاية طبعا. اللي عاوز يعملها، اللي مش عاوز النظام الجديد بقى، هي دي بالنسبة له أحسن فرصة. الفكرة إنه إحنا عندنا 2530 مدرسة دخل فيهم أسلاك الفايبر والشبكات الداخلية، خدمة الإنترنت دخلت في 1100 منهم، والباقي، وعشان كده احنا وزعنا شرايح المحمول عشان يبقى فيه يعني اختيار واحد واختيار اثنين. في ناس عندها 1100 مدرسة من المجموع فيهم واي فاي وفيهم انترنت، دول ممكن تاخد الامتحان فيهم جوه المدرسة وكل حاجة فيش مشاكل. اللي ما عندوش ده عنده الشريحة هياخد عليها الامتحان. فالشرايح اتوزع منها 510 ألف شريحة، واقتصر من بكرة الإتاحة بتاعت موقع الامتحان على من يحمل هذه الشريحة أو اللي داخل من مدرسته من 1100 دول. حلو كده؟ حلو يا فندم. طيب امتحان العربي مثلا بتاع النهاردة اللي حصل فيه خنقة في السيرفر وكثير من الناس ما قدروش يوصلوا له، أولا بعتذر للناس العادية عن المعاناة الطبيعية بتاعت إنه يبحث عن الكود وما يلاقيش حد في المدرسة وبتاع، ده طبيعي إن احنا نعتذر عنه، ولكنه في طب نعمل التجربة بقى عشان نعرف كل الأخطاء دي على الأرض وفي الجزء الإداري والجزء الفني. السيرفر اتفقنا زودنا في طاقته الاستيعابية 15 ضعف. الناس اللي بتخش تخنق السيستم عشان نقلل الاحتمالية دي، قفلناه بره مصر وقفلناه جوه مصر على بس بتاع أولى ثانوي. جميل، يبقى كده خلصنا ده. الكود اللي كان عامل مشكلة في الحصول عليه لغناه وبقى كود قومي. فدلوقتي لو الولاد دخلوا على موقع الوزارة هيلاقوا امتحان العربي أسئلته للتدريب عليها، ما تفرقش خالص بتدرب عليها إلكترونيا ولا ورقيا، احنا عاوزينهم يدربوا عليها زي البوكلت بتاع الثانوية العامة موجود على الإنترنت. احنا كان ممكن نحط امتحان بكرة بتاع البيولوجي على الموقع بتاعنا ونخلص، بس احنا محتاجين كلنا نتأكد ان النظام الإلكتروني شغال، وعشان نصلح لهم ويشوفوا نظام التصحيح ويطمئنوا ليه، وعشان كده عاملين الامتحان ده من غير نمر خالص. احنا كلنا بنبني ده مع بعض. في ناس تقول لك ده انتوا ضيعتوا مستقبلنا وبتجربوا في اولادنا، مفيش حاجه ليها علاقه بالمستقبل خالص، ولا نمر ولا مجموع ولا اي حاجه على الاطلاق فعلا. طب يا فندم، هل عرفتوا كم واحد نجح في انه يوصل للامتحان ويعمله؟ يعني وسط الخنقه وسط التجريب وسط وسط وسط، كم واحد قدر يوصل من ال 750 ألف أو 700 ألف بتوع أولى ثانوي يحل امتحان العربي؟
بص هم 650 ألف كلهم على بعض المتاح ليهم أثناء اليوم، إلى أن ابتدينا نسيطر على اللي خانق السيرفر ونقفله ونفتحه تاني ونقفل الأبواب المؤدية إليه، السيستم اشتغل بقى الساعة 8 بالليل. اشتغل بكفاءة عالية جدا، بدأوا داخلين عليه حوالي 50 ألف من ولادنا وامتحنوا عليه كويس خالص، وعندنا صور ليهم وفيديوهات وكل حاجة، فعرفنا إن احنا ماشيين على الطريق الصح، وده أي تاني ده هدف التجربة الحقيقي. إنما حضرتك بتقول لي إن من الصبح لغاية الساعة 8 محدش عارف يمتحن. لا طبعا، لأن السيستم مخنوق. حد بقول لحضرتك في 4 مليون يوزر في أي لحظة زمنية. طب ما أنت حضرتك لازم تحط نفسك مكان الناس، الموضوع جديد بالنسبة لهم، وكل أم ابنها يقول لها أنا مش عارف أمتحن أكيد بيجي لها هلع. يعني ما هو الناس كمان أولياء الأمور معالي الوزير معذورين، يعني أقصد إنه لغاية الساعة 8 عندي امتحان عربي حتى لو تجريبي، ما إحنا كنا بنخش امتحانات تجريبية، أكيد بتبقى قلقان على ابنك وخايف ليكون الحكاية دي خاصة بيه، هو اللي مش عارف يدخل النت مش كويس، يعني عنده شكوك كتيرة. يعني لا، ما احنا عشان كده بنشرح، بس يعني يبدو ان مش دايما الناس بتلتفت للشرح. احنا بنشرح وبنقول للأولياء الأمور احنا مقدرين ده جدا، بس ما فيش داعي لهذا القلق. احنا كل مطلوب منهم الهدوء الحقيقة، مش القلق ده خالص ولا التوتر. لأن ليه بنقول لهم كده؟ لأن الامتحان فعلا تجربة تدريب. ما أنا زي ما بقول لحضرتك ممكن أحط الأسئلة دي بكرة على الموقع مادام ملهاش نمر، يعني وسيبها له يتمرن عليها. إحنا بنختبر السيستم سواء اشتغل أو ما اشتغلش، ده لا يدعونا للقلق. سيادة الوزير، بمناسبة الحكاية دي، من أول ما حضرتك دخلت تليفونات كتيرة بتتصل كلهم بيقولوا جملة واحدة، بيقولوا طيب ويا ريت حضرتك تشرح للناس. أنا يعني مش بوجه التهام، ولكن بقول لك ده الجملة اللي بتتردد على بقهم كلهم في التليفونات في الكنترول، حتى أنا سامعهم. هم بيقولوا طب مدام السيستم ما كانش جاهز ليه ابتديته قبل ما السيستم يجهز؟ طب أنا هرد على السؤال ده بطريقة بسيطة. السيستم اللي احنا بنقول عليه مش جاهز ده اتعمل بيه في مصر كلها، كل شبكات الفايبر وزارة الاتصالات وصلتها، وكل السيرفرات والشبكات الداخلية ركبت، وكل المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها في اللحظة دي لا علاقة لها بالبنية التحتية اللي جاهزة تماما، ولا بالامتحان اللي لو سألت 50 ألف واحد بقى رأيهم ايه في الامتحان نفسه اللي ما اتكلمناش عليه هيقولوا لك شكله ايه. كله جاهز خالص. لازم في اي تجربة فيها هذا القدر من التكنولوجيا هتكتشف حتت معينة فيها ثغرات، واحنا اكتشفناها في اقل من 24 ساعة. يعني اكتشفنا الخنقة بتاعت السيرفر دي جاية منين، ومش كل حاجة عاوزين نصرح بيها بالضرورة، ولكن فكناها وعرفنا جت منين. البنية التحتية المصرية احنا موزعين 510 ألف شريحة في الأسبوع اللي فات وكلهم شغالين دلوقتي، والولاد معاهم التابلت والشريحة والمحتوى والنت في 1100 مدرسة، وجاي في 1400 مدرسة الباقيين، وبالتالي كله جاهز. كان لازم جاهز أو مش جاهز، التجربة دي تقع في أمريكا زي في الهند، لازم تتجرب. عارف اللي بيبنوا كوبري جديد بيعدوا عليه الأول دبابات قبل الناس عشان يشوفوا يستحمل طبعا ولا لا. طبعا. فبالتالي احنا في المرحلة دي بنجرب مش الولاد مش الامتحان، بنجرب السيستم نفسه، النظام الإلكتروني السيستم نفسه. فالنهاردة التجربة دي زي ما توقعنا ادت لنا معلومات كتيرة جدا، وفي أجزاء فنية مش عاوز أشغل الناس بيها، حاجات بتحصل لما بيدخل الباسورد، موضوع الكود، كل ده اتحل قبل ما نروح بيوتنا. فاحنا بكرة إن شاء الله هنكمل امتحان البيولوجي ان شاء الله بنفس الشكل، هيشوفوا نظام تاني خالص، لان احنا في اقل من 24 ساعة عملنا له الكنترول المطلوب، وده كان هدف التجربة في المقام الاول. امتحان العربي اسئلته هيلاقوها اونلاين على موقع الوزارة، نذاكر منها لما يبقى عندهم الوقت. والكود بتاع امتحان بكرة بتاع البيولوجي هو مش محتاج بقى، لو عنده شريحة في التابلت يقدر يقعد في البيت ويمتحن في الوقت اللي يريحه من 9 الصبح ل 9 بالليل. ده يعني ده تغير وهمي في نظام يعني لما أقصد بقول وهمي يعني أقصد أنه جيد جدا في نظام الامتحان المصري المرعب. يعني حضرتك بتقول للطالب ما تروح اقعد في بيتك وحل الامتحان، يعني ما احنا عاوزينه يتدرب على هذا الشكل من الاسئله. هو اللي انا بحاول اقوله لحضرتك، احنا
في جيش بيحاول يظبط النظام الالكتروني. دي حاجه مش المفروض تشغل الناس. يا جماعه حاولوا تخشوا الكترونيا، نجحتوا كان بها، ما نجحتوش انتوا كده افدتونا في اصلاح السيستم. استنى، لو فشلت خالص يا عمر ما عرفتش تخش على النت لاي سبب، ما فيش واي فاي في مدرستك والشريحة بتاعتك باظت، خلاص ما تنزعجش اطلاقا، خش بالليل الساعة 9 على موقع الوزارة هتلاقي اسئلة هذا اليوم عشان تتدرب عليها. طبعا لو عرفت تخش على السيستم هيبقى افضل، لان احنا هنصلحه الكترونيا وهنديله نمرة. انما في المرحلة التدريبية دي احنا بس بنظبط السيستم زي ما شرحت لحضرتك، فبكرة هيلاقوا شكل اخر تماما، لان احنا عرفنا من اول يوم ايه اللي حصل. احنا بكره اكيد هنبص على النتيجه مع حضرتك ونشوفها. لكن هو السؤال اللي برضو لقيت اولياء امور بيسالوه، بيقول لك طيب وهو الامتحان اللي بجد بقى هيبقى فيه نفس المشاكل دي؟ ما هو لو كنا ما عملناش التجربه دي كان هيبقى فيه بقى اهو كل المشاكل دي. ده احنا حرصا عليهم، احنا بنعمل ده مره واثنين وثلاثه لحد ما كلنا نطمئن. احنا عاوزينهم يهدوا بس يفهموا احنا بنعمل ايه. احنا يا جماعه بنختبر حاجه مع بعض، مش بنجرب في الولاد. كلمه نجرب في الولاد ما تنزلش على القصه دي، لان ما فيهاش نمر ولا تؤثر على المستقبل ولا على النجاح والسقوط. يبقى ما نقعدش نردد في قران تجارب وبتجربوا في ولادنا. ما فيش اي حاجه في الدنيا هتحصل في مصر من غير ما نخوض فيها. خد بالك ان احنا كان عندنا الحل الاسهل يا عمرو، كراجل سياسي انت ممكن ما تعملش المشروع ده كله، خليه السنه الجايه، حد هيكلمنا خالص. وكان ممكن اقول له طب تعالى نعمله ورقي ونخلص وخليه السنه الجايه، طب او اللي وراه. احنا كسبنا النهارده كتير، كسبنا كدوله النهارده بدايه الانتقال يعني، وهيحصل مشاكل بكره وبعده، بس النهارده حصلت 90%، بكره هيبقوا 20، وتالت يوم هيبقى صفر. لو خدنا 3 4 ايام اسبوع علشان نظبط النظام الالكتروني اللي هنعيش عليه بعد كده، ده اظن انتصار كبير جدا. ففي ناس بقى سنت السكاكين وقال لك بص النظام فاشل والحق، وناس متخبطه، وقلنا لكم مفيش حاجه اتغيرت خالص. النظام ناجح بنسبة كبيرة جدا، بدليل تابلت في ايديهم، المحتوى الرقمي في ايديهم، نظام الامتحانات الجديد لن يتغير، سواء بقى هو ورقي ولا الكتروني، دي الحاجة اللي بنظبطها دلوقتي. فأنا بس بقول لهم لو فهمنا ده وشلنا حالة التوتر، انسى كلمة امتحان من قاموس بس عشان نهدى، كلمة امتحان بتوترنا ايا كان. محدش مثلا بيتكلم على امتحانات النقل في ثانية ثانوي خالص، لانها ماشيه على قديمه، ملهاش قيمه بالنسبه. هو الورق دخل، الناس مالت الورق زي ما بتملاه ومشيت. ولا كنت هتسمع عن اولى ثانوي. احنا بنقول ده احنا كمان مزودين، بنقول له والله يا ابني ما هنحسب النمره ولا هتؤثر على نجاح السقوط، يبقى الاله جايه منين؟ انت بتدخل على السيستم عشان نعرف نجحت ولا لا. معالي الوزير، هنجرب مع بعض. معالي الوزير، هل عندك اليه ما تشيك انه النت فعلا جيد في اغلب الاماكن؟ انا بقولش في كل، ما فيش حاجه كده يعني، ولكن في اليه عند وزاره التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزاره الاتصالات انه يا جماعه شيكوا لي انه النت كويسه علشان الشباب داخلين الامتحان يعني. لا، هي المشكله مش في النت الداخليه، النت الداخليه كويسه وبنشيك عليها، ومعانا فريق عمل ولجنة أمن قومي وناس من وزارة الاتصالات وناس من كل أجهزة الدولة. أنا بس عاوز ناس تطمئن لوجود هذا الجيش من الناس، كلهم بيظبطوا لهم التجربة دي، فهم يبقوا شركاء لينا، مش حاسين إن ده امتحان الثانوية العامة وأنا ابني سقط. يعني أي حد مختلط عليه الأمر، الامتحان ده لو الولد أو البنت راحوه أو ما راحوهوش لا يؤثر عليهم في شيء. إحنا بنروحه عشان إحنا كلنا نطمئن على السيستم بس، عشان لما يبقى بنمر يبقى شغال. فبكره الصبح الطلبه هيفتحوا التابلت بتاعهم عشان يشوفوا امتحان الاحياء. ايوه. وبرضه هو مستمر 12 ساعه موجود على موقع الوزاره. في اي وقت يمكن... في اي وقت يفتح ويحل. بالظبط كده. هيبقى عنده الكود اللي هياخده من موقع الوزاره موجود على مستوى الجمهوريه، هو رقم واحد. امبارح النهارده ما كانش كده. كان في 85,000 كود مختلف، وده عمل لخبطه كبيره جدا. بكره هيبقى في كود واحد للجمهوريه. عايزين نطمن الناس انه الامتحان ده ملوش اي درجات، ملوش اي عواقب، ملوش اي مشاكل. احنا في مرحله انتقال رقمي
احنا بنطور التعليم المصري من الكتاب الى التابلت، وبنتدرب كلنا على نظام التصحيح الإلكتروني، عشان كده عاوزين يتفتح الامتحان يخشوا ياخدوه نصلحه بالطريقة الجديدة يشوفوا نمرهم، كلنا هنستفيد مع بعض من غير ما يأثر علينا أي شيء. هم المفروض بيشوفوا نمرهم إمتى؟ هي هتطلع لهم خلال يوم أو اتنين بالكتير قوي، يا سلام، في ظرف يومين يشوف نتيجته. وده اللي بنختبره، هما بس يحسوا معايا انه يا جماعة هنعمل عملية كبيرة جدا جدا، يعني عملية قيصرية، لو خدت يومين ثلاثة ده ولا حاجة. فالفرق بس كله في الاتفاق على انه هذا الكلام غير مرتبط لا بنمر ولا بمستقبل، ولا انتوا بتجربوا في ولادنا ولا اي حاجة خالص. اللي مش عاوز يشترك معنا في التجربة يستنى لحد بالليل يشوف الاسئلة على الموقع ويحلها مع نفسه لو مش عاوز. لو عاوز يجرب النظام الالكتروني والتابلت والتصحيح الالكتروني يحاول، واحنا بنسهل له الدخول، بكرة هيلاقوا شيء افضل كتير جدا. فبس هي ما تخرجش عن كده. معالي الوزير، في ناس بتسأل، طب واللي ما استلموش الشريحة لغاية دلوقتي هيعملوا ايه؟ بص، احنا زي ما اتفقنا الامتحان ده غير مؤثر في اي شيء. في طريقتين للاستفادة من الاسئلة الجديدة، يا اما انا اخدها من على موقع الوزارة واتدرب عليها زي ما بنعمل في البوكلت الاسترشادي بتاع الثانوية العامة، يبقى في نماذج اسئلة، فهو هيعتبر الى ان كل الناس تبقى عندها شريحة بعد ما يخلص الامتحان المرحلة دي، يستنى الأسئلة، مش هينقصوا حاجة ولا هيفوتوا حاجة ولا أي حاجة، يستنى الأسئلة ما تتنشر بالليل ويحلها، هو يتدرب عليها، مش هيخسر التدريب على الأسئلة. إنما اللي ما معهوش شريحة النهاردة أو ما عندوش واي فاي في المدرسة ولا شريحة، هيضطر يعملوا ورقيا لما يشوفوا على الانترنت بالليل. اللي معاهم يا شريحة يا واي فاي في المدرسة هيقدروا يخشوا الامتحان بالكود الموحد بكرة وهيعملوه، وهنبقى بنجرب بنوقف النظام على رجليه. من هنا بقى لحد مايو هنكون كل اللي احنا رصدناه ده، اذا كنا عملنا ده كله في يوم واحد، فحضرتك تتخيل بقى التجربة دي هتفيدنا قد ايه، انه يبقى النظام ده واقف على رجليه. لا، ففي شهر ممكن تكون زبطت كل حاجة وكل الحاجات النواقص اللي في المدارس. ما هو فايدته ان احنا بيجيلنا الارقام دي وعرفنا انه مدارس فيها مشكلة وانه حتت في الجمهورية فيها ضعف في النت، كل ده بنوفره لوزارة الاتصالات وشتغل معانا، فهم شركاء في بناء البنية التحتية للامتحانات اللي هتشيلنا في مصر 10 و 20 سنة جايين. بس المفروض ما ناخدوش بالحالة دي من التوتر كأنه نهاية العالم، لانه فعلا لا علاقة له بأي شيء. هو بس حضرتك تصمد للنهاية وتكمل التجربة للنهاية، لانه حضرتك يعني والإدارة المصرية كلها بتقوم الآن في عملية تحويل تاريخية للتعليم المصري. يا قدرنا نعملها يا رجعنا على قديمه تاني. بقى هو ده المتاح قدامنا دلوقتي. اصمد يا معالي الوزير، ربنا يسهل. واشكرك ان احنا قدرنا بس نوصل للناس، وفي فيديو هننزله في لحظات، الفيديو موجود وهيبقى موجود على المواقع كلها، ويقدر الناس تتابع كلمة حضرتك وشرحك لما حدث اليوم. لا، وبس اضيف جملة واحدة يا عمرو، انه الايام القادمة هيحصل فيها مشاكل اقل كتير من النهارده، بس لما تحصل مشكله بلغونا، انما ما تشعروش باي قلق، محدش فاته حاجه، بس بلغنا، ده المكسب الاكبر. وانت هتشوف الامتحان بتاعك، اذا ما شفتوش على التابلت هتشوفه بالليل لما يتنشر، فاحنا هنكمل مع بعض، هم هيتمرنوا على الاسئله واحنا بنوضب لهم ده. اسمح لنا بكره نتابع مع حضرتك ونشوف التجربه وصلت لغايه فين وتحسنت ازاي. احنا واثقين ان شاء الله بكره تتحسن كثيرا. والله كل يوم لحد اخر يوم في هذه الامتحانات احنا تحت امركم، وكل ليله هنطلع زي ما نكون بنعمل تيست مع بعض، نقول لك احدث ما حدث اليوم ان شاء الله. فندم شكرا لك. شكرا يا فندم. وزير الأستاذ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.